السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة لغتي جنتي، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. نحن اليوم على موعد مع أول درس من دروس النصوص في الترم الثاني، والنص بعنوان تواضع سيدنا عمر. بسم الله نبدأ. أولا تعريف بالشاعر، من هو الشاعر؟ الشاعر هو محمد حافظ إبراهيم، ومشهور باسم حافظ إبراهيم، وهو شاعر مصري ولد سنة 1872 في مركز زيروت محافظة أسيوط، وتوفي سنة 1932 ميلادية. أما جو النص، يتحدث الشاعر عن الفاروق عمر بن الخطاب، حيث كان مثالا وقدوة يحتذى بها في التواضع، وهذا ما جعل عامل كسرى ينبهر عندما رآه عمر بهذه الوضعية، فأنشد حافظ إبراهيم هذه القصيدة والمعروفة باسم القصيدة العمرية نسبة لسيدنا عمر بن الخطاب، وهو صور لنا هذا الموقف الذي رآه فيه عامل كسرى متواضعا بين الناس وأشاد بأخلاقه ومبادئه. الفكرة الأولى للنص تشمل من البيت رقم 1 وحتى البيت 4، وهي بعنوان دهشة رسول كسرى وتواضع عمر. البيت الأول يقول الشاعر: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها. معنى الكلمات: راع بمعنى أعجب ودهش، صاحب كسرى أي رسوله، الرسول المرسل من قبل كسرى ملك الفرس، بين الرعية، الرعية يقصد بها عامة الناس أي الشعب، ومضادها الراعي أي الحاكم، وجمع الرعية الرعايا، وهو راعيها عفوا عطلا خاليا من الزينة، وهو راعيها أي حاكمها، وجمع راعي رعاه ورعيان ورعاء. من مظاهر الجمال في هذا البيت، المظهر الأول راعى صاحب كسرى، تعبير يوحي بشدة دهشة رسول كسرى من تواضع سيدنا عمر ابن الخطاب، وكلمة راعى توحي بالمفاجأة وشدة الدهشة. بين الرعية عطلا، تعبير يدل على تواضع سيدنا عمر بن الخطاب وقربه من رعيته وشعوره بالأمن بينهم، وكلمة عطلا توحي بالزهد في الدنيا، وهو راعيها تعبير يدل على مسؤولية الحاكم تجاه شعبه. ولدينا أيضا بين الرعية وراعيها بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكد. وأيضا في قوله وهو راعيها شبه الحاكم بالراعي ويدل على مسؤوليته عن شعبه. البيت الثاني: وعهده بملوك الفلس أن لها ثورا من الجند والأحراس يحميها. معنى عهده أي ما يعرفه، وثورا بمعنى حشدا، ومعنى يحميها يحفظها. من مظاهر الجمال في هذا البيت أن لها ثورا، وهو أسلوب مؤكد بأن، ثورا من الجند تصوير للجند في قوتهم بالثور القوي الذي يحمي صاحبه، وجاءت كلمة ثورا نكرة للتعظيم. البيت الثالث: رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. معنى مستغرقا أي نائما نوما عميقا، الجلالة بمعنى العظمة، أسمى أي أعلى وأرفع، أما معانيها يقصد صورها وأشكالها. من مظاهر الجمال في هذا البيت: رآه مستغرقا، تعبير يدل على الأمن وراحة البال والاطمئنان. في أسمى معانيها، تعبير يدل على شدة إعجابه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه تصوير للجلالة بشيء مادي يرى،
وفيه تعظيم لسيدنا عمر بن الخطاب. فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فوق الثرى، الثرى هو التراب المبلل بالندى، ومشتملا أي ملتحفا وملتفا، ومضادها متجردا، وجمعها مشتملين. ببردة، البردة هي الثوب المخطط، وجمع بردة برد، ويبليها بمعنى يفنيها، ومضادها يجددها. من مظاهر الجمال في هذا البيت: فوق الثرى، تعبير يدل على شدة تواضع سيدنا عمر بن الخطاب وزهده في الدنيا. مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، تعبير يدل على شدة تواضع سيدنا عمر. فوق وتحت بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه. الفكرة الثانية من البيت الرابع وحتى البيت السابع بعنوان: العدل أساس الملك. يقول الشاعر: فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. معنى هان أي حقر، ومضادها عظم وكبر. ما كان يكبره، يكبره بمعنى يعظمه ويقدره، ومضادها يحتقره. الدنيا بأيديها أي المراد ملكا لهم. من مظاهر الجمال: هان ويكبره، بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي، أو يوضح المعنى ويؤكده، كلاهما بنفس المعنى. فهان في عينيه ما كان يكبره، تعبير يدل على استصغار رسول كسرى لملوك كسرى بعدما رأى من تواضع سيدنا عمر بن الخطاب. والجمع في كلمة الأكاسر يفيد الكسرة. والدنيا بأيديها، تعبير يدل على قوة ملوك كسرى، وبين هان ويكبر تضاد يوضح المعنى ويؤكده. والبيت الخامس كله نتيجة للبيت الرابع: أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. أمنت بمعنى اطمأننت، ومضادها خفت. أقمت العدل بمعنى حققت. نوم قرير العين، قرير بمعنى مسرور أو مطمئن ومرتاح البال، ومضادها القلق والمضطرب. أما كلمة هانيها فمعناها سعيدا أو راضيا، ومضادها شقيا وتعيسا. من مظاهر الجمال: أمنت لما أقمت العدل بينهم، تعبير يوحي بأثر العدل على الفرد والمجتمع، وأن تحقيق العدل شرط للإحساس بالأمان. أقمت العدل، شبه العدل ببناء يقام على أساسات. لما أقمت العدل بينهم، تعليل لما قبله. فنمت نوم قرير العين هانيها، الفاء تفيد السرعة، وهو تعبير يدل على السرور والارتياح. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. معنى كلمة رافعا أي معليا، أما راية المقصود بها علم، والجمع رايات، والشورى هي تبادل الرأي، ومضادها الاستبداد. جزاك أي كافأك وأثابك، ومضادها عاقبك. من مظاهر الجمال: يا رافعا راية الشورى، وهو أسلوب نداء غرضه التعظيم، وتصوير أيضا للشورى براية ترفع وتهرس.
جزاك ربك خيرا عن محبيها، تعبير يدل أو تعبير جميل فيه دعاء لسيدنا عمر بن الخطاب بالخير. كلمة خيرا جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول، ومحبيها جاءت جمع لتدل على الكسرة. البيت الأخير: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. كلمة تشقى بمعنى تضل، والخلاف هو الاختلاف في الرأي. من مظاهر الجمال: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به. تعبير يدل على أهمية الشورى وتبادل الرأي لتحقيق الخير للبلاد، وفيها أيضا تصوير للبلاد بأشخاص لا تشقى. ورأي الفرد يشقيها، تعبير يدل على ضرر وخطورة الانفراد بالرأي، ويؤكد أهمية الحوار وعدم الانفراد بالرأي. الجماعة والفرد بينهما تضاد يقوي المعنى ويؤكد. والآن تدريبات على النص. يقول الشاعر: ورعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، بعده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رقم ألف: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مرادف عطلا خاليا من الزينة، لا بيت له لا مال له. جمع الرعية: الرعاء، الرعايا، الرعيان. معنى راع: أفزع، أحزن، أعجب. رقم باء: ما الذي راعى صاحب كسرى؟ رقم جيم: ما الجمال في قوله أن لها سورا؟ سوف أنتظر إجاباتكم إن شاء الله في التعليقات. وبهذا عزيزي الطالب نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا كان لديكم أي استفسارات فاتركوها في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.